السلام عليكم. C'est غريبا. هاد المنطقة هادي في الفترة الصيفية وفترة العطلة تتكون عامرة، كاين دابا حيت قيت الشتوى قيت البرد، كاين البرد نيت وكاين لا عطلة والو لا والو، الدنيا خاوية تتصفر. مي غالبا في الصيف وقيت العطلة تكون عامرة، والدليل هو انه كاينين هنايا كوان محفورين في الارض وكاينين بلايص على شكل بوليسات، وهاد البلاصة نيت فين واقف انايا مكتوبة للكراء، يعني هنايا بوليسات بحال شكل سيدي حسين، تيجيو تيجلسو الناس هنايا تيكريو البلاصة وتيريحو تيدوزو النهار مفيك. يا سلام. هيا للكراء. المهم حنا عرفنا ان شاء الله في العطلة الصيفية ولا في الربيع وفي الصيف نعاودو نرجعو ليها. ايوا غادي نحاول نقرب واحد من ديك العيال اللي فيها. وي اه
عرفناش واش هانيه ولا ما هانياش. ما نقوم به الان نكون بلاد ديال الناس هادو، انا نتطفل عليهم. حتى هو راه شاريش فين واقف انا غالبا، تيعمر بالماء الا كان ما مجهد. غنزيد نتوغلو حتى لواحد البلاصه زوينه تما ونتاع الطوار. وفي الحقيقه ما زعمتش ندخل حيت داكشي محوص، تلقى شي مرة تما كل شي حاجه مسقوف مالها ما لونها. كاينه واحد البلاصه بانت ليا من الفوق تماك زوينه، واحد الدار بحال خرج من تحتها الماء، دايرين واحد الباب دار دايرين واحد الباب وخرج منه الماء، ولكن ما قدرتش نزعم نوصل حتى تماك حيت هانتوما غتشوفوا كاين هنايا بحال قلتي محوص كاين باب. حلو معينا ما سيدي فور وقت العطلة الصيفية وقت الربيع الثانية اللي عامرة بالناس، تيكونوا ماين تيديروا الطواجن ديالهم هنا، كاينين كوالنا هما تيبانو باقي الأثر ديال الثياب تماك، طبيعة رائعة يا سلام. ولكن أغلب الناس تيجيو للمنطقة اللي تيعرفوها هما الناس ديال أمزميز النواحي، هما الناس ديال مراكش خارج مراكش قليل اللي تيعرف هاد بحال هاد المناطق هادو. الله تعرفوا اوريكا امليل، اوريكا امليل مولاي ابراهيم ولا تعرفوا. هادي هنايا معصرة ديال الماء كما تشوفوا معانا، وبعد خدينا الاذن وجينا دخلنا لهنايا ما بغيتش ندخل ليه انت لقائي نفسي هكاك، دخلت الاذن عاد جيت دخلت لهنايا. شوف الطبيعة يا الخوت يا سلام، هنا راه في الصيف في الربيع تيكون عامر تكونوا جالسين الناس هنايا، تخيلوا معايا هذيك اللحظات زوينة. نزيد نتوغلو مازال باش نكتشفو هاد الدنيا، ولكن مكايناش الطريق من هنا، نطلع من الفوق نورمالمون كان غادي نديرو الطريق من هنايا رابط من الواد. هادو بلاد ديال الناس حتى هما كلهم حواس بلادو. المهم ما تنساوش لايك سبسكرايب هاد الطبيعة يا سلام، تما جيت ليها ترتاح.
لا والثاني حتى هنا محوص واحد 40 متر كل محوص واحد 40 متر هنايا تقريبا. الطريق ماما ماما هي هادي هاد الماء كله هنايا. هاد الماء هنايا كله جاي من العين ايمين تالا. دابا نوريكم العين بالضبط فين كاينه. نورمالمون يدير لها واحد الشريش يكون عامر بالماء، ولكن دابا مستوى الماء ناقص هابط، ولكن كاين فيها الماء تيخرج من تحت الجبل. وما عندناش الدراجه الناريه موتور، غنبقاو سارحين مع هاد الواد هذا. ولكن للاسف عندنا الدراجه الموتور، ولا مشيتي مع هاد الواد تخرج في سيدي حسين. عفايت عندي فيديو في القناة عليه. طبيعة هنا واعرة تبارك الله، يا سلام. حسن شكون ما كانش الموتور انسرحو سيدي حسين. شحال شحال بعيد على هنايا؟ والله ما نعطيك خبر. انا طلعت انا